اليوم نحن في مرقد صحابي جديد قلما نستذكره، وهو الصحابي عبد الله بن الخباب ابن الأرت التميمي، وهو أحد أصحاب أمير المؤمنين المخلصين. يقع مرقده الشريف في مدينة النهروان جنوبي شرقي مدينة بغداد في قرية تسمى بأم العبيد. كان عاملا للإمام علي عليه السلام على مدينة النهروان، وجاء في خبر استشهاده أنه مر هو وزوجته متوجهين للكوفة، فاعترضهم جماعة من أحد الفرق الضالة والتي عرفت باسم الخوارج، فقتلوه هو وزوجته الحامل حيث بقروا بطنها وأخرجوا جنينها وألحقوه بوالديه بعد أن بالغ بالنصيحة وأعطى فضائل أمير المؤمنين، لهذا قتلوه حقدا وظلما. وكانت فعلتهم المنكرة من الأسباب الرئيسية في مقاتلة أمير المؤمنين عليه السلام لهم في واقعة عرفت باسم واقعة النهروان. تضم بناية المرقد ضريح الصحابي مع مقامات رمزية لزوجته وابنه، شاهد على ظلم تلك الفرقة الضالة. كما يوجد على جانبي المرقد مقبرة من كافة طوائف المسلمين. أصبح مرقده الشريف محط رحال الكثيرين ممن يتبركون بزيارته متوسلين إلى الله به لقضاء حوائجهم. أرجو أن تكون جولة نافعة لكم، انتظرونا في جولات وزيارات قادمة بعونه تعالى.